السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح نص من وصايا الحكماء لذو الإصبع العدواني، ولقب بهذا الاسم لوجود إصبع زائدة في قدمه. هنيجي بعد كده للنص، هنلاقينا قسمناه هنا لثلاث فقرات. الفقرة الأولى: أوصى ذو الإصبع العدواني وهو يحتضر ابنه أسيدا فقال: يا بني، إن أباك قد فني وهو حي وعاش حتى سئم العيش، وإني موصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته فاحفظ عني. هنلاقي إن شرح هذه الفقرة: إني ذو الإصبع يذكر ابنه بأن حياة كل حي إلى فناء، فقد ضعفت قوته لأنه عاش طويلا حتى مل من الحياة، وأراد أن ينصحه ويوصيه بوصايا إذا عمل بها سوف يحوز على مكانة سامية في قومه، مثلما حاز أبوه على منازل الشرف والسيادة. بعد كده هنيجي لمعاني الكلمات. هنلاقي إن كلمة فنية اللي هو هرم وكبر وأشرف على الموت. بعد كده كلمة سائمة اللي هي كره ومل، بلغت أدركت ووصلت. بعد كده هنيجي لمواطن الجمال. هنلاقي إن عندنا هنا بعض الأساليب زي يا بنية، وده أسلوب إنشائي غرضه التنبيه. بعد كده إن أباك قد فني وهو حي، وده أسلوب مؤكد بإن وقد بأداتين إن وقد، وغرضه التوكيد. بعد كده هنلاقي كلمة بلغت دي جت نتيجة لما قبلها. بعد كده هنلاقي إن في هنا محسنات بديعية ما بين كلمة فنية وحي، هنلاقي إن ما بينهم طباق بيبرز المعنى ويوضحه. هنيجي بعد كده للفقرة الثانية: ألن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وابسط لهم وجهك يطيعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك، وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم يكرمك كبارهم، ويكبر على مودتك صغاره. ألا إن شرح هذه الفقرة: إني ذو الإصبع يوصي ابنه بحسن المعاملة والرفق بقومه ليحبوه، والتواضع لهم ليقدروه، ولقاؤهم ببشاشة ليطيعوه، والبعد عن الأنانية ليجعلوه سيدا، وإكرام الكبير والصغير ليبادله الكبار الاحترام، وينشأ على مودته ومحبته الصغار. لو جينا شفنا هنا معاني الكلمات، هنلاقي ألن جانبك اللي هو خذهم بلطف، أي عامل أهلك بلطف. أبسط وجهك، اجعله مشرقا ومتفائلا، والمراد إظهار المودة. تستأثر اللي هي تبخل عليهم. يسودوك، يجعلونك سيدة. هنيجي بعد كده لمواطن الجمال. هنلاقي فينا تصوير بياني: ألن جانبك لقومك. هنلاقي ان دي كناية عن التواضع. طبعا احنا عارفين ان سر جمال الكناية هو الاتيان بالمعنى مصحوبا عليه بالدليل في ايجاز وتكسير. بعد كده هنلاقي ان الفقرة الثانية يكثر بها السجع، والسجع هو اتفاق الكلمات في الأحرف الأخيرة، وهذا الاتفاق يعطي جرسا موسيقيا تطرب له الآذان وتستريح إليه النفس. يعني مثلا لو جينا شفنا هنا، هنلاقي ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفع، يبقى هنلاقي إن هنا آخر حرف هو الكاف وهنا الكاف، وابسط لهم وجهك برضو هنلاقي هنا الكاف، يطيعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك،
هنلاقي ان كل الكلام او كل المقاطع اخرها حرف الكاف، وهذا هو السجع. بعد كده هنلاقي ان في محسنات بديعية زي الطباق بين تواضع ويرفعوك، والطباق بيؤكد المعنى ويوضحه. بعد كده هنلاقي ان في هنا بعض الاساليب زي لا تستأثر عليهم، وده اسلوب نهي غرضه النصح والتحذير. هنيجي بقى بعد كده للفقرة الثالثة، واسمح بمالك واحم حريمك واعزز جارك واعن من استعان بك واكرم ضيفك واسرع النهضة في الصريخ، فان لك اجلا لا يعدوك، وصن وجهك عن مسألة أحد شيئا فبذلك يتم سؤددك. لو جينا شفنا الشرح لهذه الفقرة، إن هنلاقي ذو الإصبع العدواني بيختم وصيته بدعوة ابنه للتمسك بصفات العرب الأصيل اللي هي الكرم ورفض الظلم وحماية العرض ورعاية الجار ومساعدة الناس وإكرام الضيف والإسراع إلى نجدة المستغيث وحفظ ماء الوجه من ذل السؤال اللي هو عفة النفس. وبعد كده هنلاقيه بيقوله في الآخر فبذلك يتم سؤددك، اللي هو بتنفيذ تلك الوصايا يكون هذا الابن سيدا عزيزا في قومه. لو جينا شفنا هنا معاني الكلمات، هنلاقي الصريخ اللي هو نداء المستغيث، سؤددك اللي هو شرفك. بعد كده هنلاقي مواطن الجمال، هنلاقي ان في تصوير بياني اللي هو اجلا لا يعدوك، ودي استعارة مكنية حيث شبه الاجل بانسان لا يتعداك ولا يتجاوزك، وحذف المشبه به وسر جمالها التشخيص. هنلاقي صن وجهك عن مسألة أحد شيئا، دي كناية عن عزة النفس. بعد كده هنلاقي ان في أساليب أمر كتير جدا في الفقرة الثالثة زي اسمح، ارحم، اعزز، اعن، اكرم. هنلاقي ان أساليب الأمر ديت غرضها النصح والإرشاد. بعد كده هنلاقي فيه فإن لك أجلا لا يعدوك، ده أسلوب مؤكد بإن وتعليل لما قبله، فبذلك يتم سؤددك، ده أسلوب قصر غرض التوكيد والتخصيص. هنيجي بعد كده نشوف بيئة النص. هنلاقي ان النص دوت من العصر الجاهلي من فن الوصية، وهنلاقي ان من خصائص اسلوب الوصية الايجاز، قصر الجمل، جزالة الاسلوب وتنوعه بين الخبري والانشائي، فصاحة التراكيب، الاعتماد على الاسباب والنتائج، مناسبة ظروف البيئة. وبكده يكون انتهى نص